استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصغير كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين وعددا من الأهالي والفريق الملكي للقدرة، حيث تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المعظم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بالجميع في رحاب هذا الصرح العريق الذي نعتز بمكانته ورمزيته الوطنية الرفيعة وبدورها المشهود في رعاية إرث بلادنا الإنساني الذي لا يقدر بثمن. ويسرنا في مثل هذه اللقاءات الأخوية أن نعرب عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بالإنجازات المتواصلة والمفرحة في كافة الميادين الوطنية والمحافل الدولية، والمعبرة عن روح التفاني والإخلاص التي يبدع أبناء وبنات البحرين في تجسيدها، وهم يلبون نداء الواجب الوطني. ونبارك للبحرين الانتصار التاريخي الكبير الذي سجله الفريق الملكي للقدرة في البطولة الفرنسية الأخيرة بقيادة فارس العالم الابن العزيز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، ونحيي فيه هذه العزيمة الوطنية الصلبة لبلوغ قمم التفوق، ونهنئه على التنظيم الاستثنائي في إدارة وتوجيه جهود فرسان البحرين وما نتج عن ذلك من نتائج مشرفة أسعدتنا جميعا. وختاما ننتهز هذه الفرصة الطيبة لنشيد بالإدارة المتميزة للانتخابات التكميلية بمحافظة المحرق
لعضوية مجلس النواب وبإتمام هذه المهمة الوطنية بسلاسة ونجاح تام، استعداداً لأعمال دور الانعقاد المقبل للمجلس الوطني. والله الموفق لطريق الخير والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهد طيب من الفريق. الله يطول عمرك. الله يسرته. والله طال عمرك الكل بذا الجهد عالية طول عمرك عشان بس نحافظ على هالراية دي يا طول عمرك. نعم. نعم. الحمد لله طال. وفي ديرة بعيدة وأرض غير أرضكم. نعم حتى لو قريب طال عمرك نعطيه نفس الأداء. وإن الله وفق بالسبق الله طول عمرك فالحمد لله. وإن الله ما أعطانا السبق الله طول عمرك فبشركم أداءهم بيكون مشرف دائما إن شاء الله. ما قصرتوا. على العهد إن شاء الله. إن شاء الله. بالخير ولا غيره الله. والله شباب البحرين مبهج. الحمد لله. يعني الحقيقة النتائج طيبة. أنا بس في هالظروف التوجيه المهم إن الناس يتعلم هالشباب على الخير وعلى السلام وعلى الحياة الطيبة والحياة الكريمة. وبعدين هم يكونون ما في شك أقوى الناس للدفاع عن ما ورثوا. ما نعكس الأمور أن الشباب يتعلمون على لا سمح الله العنف والحروب مثل ما نشوف في الدول. لا، يجب التربية تكون تربية خير وسلام وتعايش ومحبة. ولا شك إذا اثبتت هذه المبادئ بيدافع عن مجتمعه، بيدافع عن، وليس العكس. والفروسية والتعارف على الشعوب في كل بلد هذا شيء طيب. يعني شباب من البحرين يتعرفون على شباب من أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من آسيا، ويتواصلون وياهم. على كل حال مبروكين وقواكم. الحمد لله أن شبابنا طال عمرك نهجهم من نهجكم الله. الله يسلمك. عقب ذلك تشرف الفريق الملكي للقدرة بالسلام على حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث هناهم وأشاد بجهودهم وحرصهم على تشريف وطنهم في مختلف المحافل الإقليمية والعربية والعالمية. وأتمنى جلالة الملك المعظم أيده الله لهم دوام التوفيق في المشاركات المستقبلية، وهم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، الدكتور خالد أحمد محمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة، طارق علي الأمين مساعد مدير الفريق الملكي للقدرة، جعفر حسن ميرزا عبد النبي، سلمان عيسى سلمان رضي، عثمان عبد الجليل العوضي، حمد عيسى الجناحي، سرحان حميد دخيل العنزي، سامي إبراهيم الحداد، الدكتور سمير أحمد محمد الغريب، الدكتور فارس ذو الفقار نور الدين، الدكتور سلمان خالد أحمد، عبد الرحمن محمد الزايد، محمد عبد الحميد محمد حسن الهاشمي، عبد الله خيام الأنصاري، أحمد إبراهيم الديسي، يحيى جلال أحمد عبيد، عبد الله إبراهيم فقيه، إبراهيم محمد شريدة، حمد حبيب الماجد، محمد علي القلاف، عيسى عبد الرحمن شريدة، محمد يحيى الطوق، أحمد فتحي شاهين. هذا وقد أعرب الحضور من جانبهم عن تشريفهم واعتزازهم بلقاء جلالة الملك المعظم وعن شكرهم وامتنانهم لحرص جلالته على تعزيز أواصر التواصل مع جميع أبناء البحرين الكرام الأعزاء وما يليه حفظه الله من رعاية كريمة واهتمام دائم بمصالح وقضايا المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم، معربين عن عظيم فخرهم وبالغ اعتزازهم بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة رعاه الله.
وما تحقق لمملكة البحرين بفضل نهجه السديد من إنجازات حضارية وتنموية شاملة، وما شهدته من نقلة نوعية في مسيرة النهضة الحديثة في عهده الزاهر. راجين الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وطول العمر، ونديم على المملكة عزها ورخاءها ورفعتها وتقدمها تحت قيادة جلالته الحكيمة. تولي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اهتماما بالغا للمواهب الوطنية في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي، فإيمان جلالته بأهمية الشباب ودورهم في بناء المستقبل كان الدافع لتوفير بيئة حاضنة للإبداع والتميز وتقديم الدعم اللازم للمتميزين والموهوبين لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم. تشرفت اليوم بحضور مجلس جلالة الملك لتكريم الفائزين في السباق الدولي للفروسية، تكريم العمل الجبار اللي قاموا فيه برئاسة سمو الشيخ ناصر. الحقيقة شرف البحرين وشرف العرب كلهم أمام العالم كله، فهذه السنة الثانية اللي يقوم بنفس العمل، فإحنا الحمد لله والشكر عندنا السبب أن نحتفل ونقدر الجهود، وهذه من صفات جلالة الملك أنه يقدر كل واحد وكل فرد يقوم بخدمة البلد اللي إحنا حظيظين نكون مواطنين فيه. إن الاهتمام بالمتميزين على المستوى المحلي والدولي في مختلف المجالات هو استثمار في مستقبل مملكة البحرين، وجعل المملكة تتبوأ مراكز متقدمة وتعتلي منصات التتويج إقليميا ودوليا بإنجازاتها المتواصلة. تكريم سيدي صاحب الجلالة المعظم للفريق الملكي له تأكيد على اهتمام القيادة بالرياضيين، ويمثل سيدي صاحب السمو الشيخ ناصر القائد للفريق الملكي والإنجاز الذي حققه له نبراس، وهو إنجاز نحتفي فيه بهذا اليوم ويسجل في تاريخ المملكة البحرين الحديث وفي عهد الزاهر، وسيادة صدف أن يكون هو ضمن اليوبيل الفضي، وأعتقد أنه يعطينا هذا التحدي للاستعداد لما هو قادم، وهذه الاحترافية اللي وجه فيها سيدي صاحب الجلالة الملك البلاد المعظم وسمو الشيخ ناصر أن نستعد نحتفل نفرح ونستعد للقادم، لأن القادم يكون أصعب، وهناك أيضا استعداد من الدول الثانية اللي هي أيضا ستستعد لهذه البطولات اللي هي السباق القطرة. هذا يوم تاريخي وإنجاز تاريخي لسموه وللبحرين ككل، وبحكم أن احنا أنجزناها للمرة الثانية في التاريخ، فارس عربي ممثل مو بس للبحرين بل للعرب كلها، فهاي يعني وجودنا هني مع يعني هاي أكبر فخر لي كبحريني. الرعاية الملكية السامية والدعم اللامحدود من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نتج عنه انتصارا تاريخيا كبيرا سجله الفريق الملكي للقدرة في البطولة الفرنسية الأخيرة، وجعل اسم المملكة في صدارة دول العالم في المجال الرياضي. صراحة هذه يعني شرف كبير لنا مصافحة مقابلة جلالة الملك وفي مقدمتنا سمو الشيخ ناصر بن حمد بالإنجاز التاريخي اللي حققناه اللي هو بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي. هذه بحد ذاته بالنسبة لنا أكبر تكريم إن نكون في هذا المكان اليوم. هذه أجمل دعوة وشرف لي وحق هلي، شيء يعني أتوقع كل من يتمناه في الحياة، وهي شيء ما ينسي، وأكبر حافز لنا أن نكون تحت راية سيدي جلالة الملك يدعمنا مباشرة ونعطي أكثر أكثر إن شاء الله مستقبلا. إن الاحتفاء بالإنجازات التاريخية والمنجزات الرياضية التي هي محط فخر واعتزاز لكل مواطن بحريني يساهم في خلق روح تنافسية بين مختلف المجالات، وتعد حافزا ملهما لتحقيق المزيد من الإنجازات الإقليمية والدولية. يشكل تكريم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حافزا كبيرا للمبدعين والمتميزين في المحافل المحلية والدولية، ودافعا لهم لمواصلة العطاء والابتكار لهذا الوطن المعطاء. عبد الله الحسيني لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.